قتلوه من التعذيب وقالوا انتحر. فكرت لحظة وقلت آه يا غجر، لو جنسكم سبناه يعيش في الحياة، اللي انتحر رح يبقى جنس البشر. ده كلام عمنا صلاح جاهين اللي ربنا رحمه وما خلاهوش يعيش ويشوف أسوأ ما في البشر. يا عم صلاح، لو كان أيام ما كتبت رباعياتك ده كان انتحار جنس البشر. أمال اللي بيحصل النهاردة اسمه إيه؟ دي ناس لا ليها صلة بالبشر ولا ينفع نوصفها إنها من جنس البقر. البقر بيحس والوحوش عندها مشاعر على الأقل لبني جنسها. إحنا لا عندنا مشاعر تجاه بني جنسنا ولا بني أي حاجة. شيء ملوش وصف، ولا كان ممكن حد يتخيل كتابته في فيلم رعب رخيص أو قصة خيال مش علمي بتتباع على الرصيف ويكلمونا عن حضارات بقالها مئات وآلاف السنين. حضارة إيه اللي بيتكلم عنها المنافقين والكذابين اللي آدم أكيد بيشعر بالخزي إنكم من نسله، اللي ربنا طردنا من الجنة عشان خطيئة واحدة وإنتوا عايزين ترجعوها وإنتوا كلكم خطايا. أبيل قتل أخوه عشان قربان، وإنتوا بتقتلوا اللي بتقتلوه بدبحكم وكذبكم وتدلسكم وبتعتبروها قرابين. قرابينكم أكثر كفرا من قرابين كفار قريش. كذبكم باسم الوطن أسوأ من كذب إبليس. ده إبليس لما تحدى ربنا سبحانه وتعالى فبقى مصيره جهنم، ما كذبش وقال أنا هعمل وبعمل. أسوأ من إبليس ناس عايشة في وسطنا، أو يمكن بقينا كلنا ومنتظرين رحمة ربنا. معقول؟ معقول ده احنا حق علينا القول عشان ربنا سبحانه وتعالى يدمرنا تدميرا. يا رب رحمتك، يا رب عفوك ورضاك، يا رب الطف بينا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا والكذابون منا والمجانين منا. يا رب.